نستيبر رهيفة، الفتاة العشرينية التي استثمرت وقتها لتنمية موهبتها وممارسة هوايتها لتدر عليها دخلا. مخلصة دبلوم سجلات طبية، وكانت عندها وقت فراغ كثير يعني، وعندها هوايات، فحبينا انها تنمي هوايتين وتطورها وتصير في نفس الوقت يعني كمصروف شخصي إلها، وتنمي هوايتها، وإن شاء الله الله بيكرمها وبتكبر وبصير إلها محل وشغل. ببيع شغلي على الأونلاين، بنشارك في بازارات اللي كان من ضمنهم لنحيا كراما في نادي مؤتة. شاركنا قبل أسبوع في بازار خيري تابع لمركز الأميرة بسمة، وإن شاء الله في بازار في قلعة الكرك. نسيبة وجدت أسرة داعمة ترى في موهبة ابنتهم فرصة يمكن التمسك بها لتفتح لهم ولها أفاقا مستقبلية كبيرة، فما حال أسرة أخرى تحد من إمكانيات أبنائها؟